عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وخلال الجلسة ناقش المجلس تقرير إحدى اللجان المختصة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. في إطار مواصلة دوره في مناقشة مشروعات القوانين، عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. خلال الجلسة ناقش المجلس تقرير إحدى اللجان المختصة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، وأبدى عدد من النواب مقترحاتهم إزاء هذا المشروع. بلا شك توجه الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة قطاعات الدولة وميكنة الخدمات والتحول الرقمي من خلال منصة مصر الرقمية أمر مهم جدا، وده حقا يساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقضاء على البيروقراطية والروتين. فهذا القانون جاء لاستكمال التطوير الذي تشهده مصر وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، وذلك لمواكبة التغيرات والاستجابة للتطلعات المتعاملين، كما يساهم في التطوير المؤسسي. فكرة إنشاء الصندوق تتواكب مع الجمهورية الجديدة والرقمنة، لكن مع موافقتي من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن يجب أن نذكر الحكومة ببعض النقاط اللي لازم ناخدها في الانتباه وإحنا شغالين. زي ما زمايلي قالوا، البنية التحتية للاتصالات لازم نخلي بالنا منها. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها. وعقب المناقشات وطرح مقترحات من قبل النواب، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة بقية المواد بجلسة غد.